الاقتحام عاش فريق الاقتحام. أيوة أنا هنا يا هاني، لقد أتيت لتشجيعك. إذن أنت من الفريق الخصم، انتظر قليلا وسترى. حاول إن كنت تستطيع هزيمة فريق النسور. ما رأيك الآن؟ أوه يا إلهي، تمتلك محاور للسرعة وإطارات مطاطية على العجلات الأمامية والخلفية. لابد أنها صنعت كي تتناسب مع مضمار السباق بشكل خاص. من الأفضل أن نأخذ حذرنا منهم. انظروا إلى الجناح المثبت باتجاه الخلف في المقدمة، الفاشلون وحدهم يفعلون هذا، فلا تقلقوا. تذكروا أن هذا هو السباق الرسمي الأول لكم، فلا تستهينوا بخصمكم فهو قوي. سيداتي سادتي، يبدأ الآن السباق الأول بين فريق الاقتحام وفريق النسور القوي، وسيقوم بالتعليق المعلق الرياضي ميدو. بل معيدو. جميع السيارات الآن في خط البداية استعدادا لبدء السباق. ما هذا؟ ما الذي يجري هنا؟ أرى سيارتي فريق النسور تقفان ومقدمتهما إلى الوراء. الغاية من عكس اتجاهها. لابد أنهم يهزؤون بنا. الآن ما هذه الرائحة الكريهة؟ يا إلهي لقد تأخرنا. إنها رائحة الثوم المخلل. كان من الأفضل تسميتهم بفريق الثوم المخلل. يا لها من خدعة. فريق النسور تسيران في المقدمة والآن تمران عند المنعطف الأول. يا لهذه القفزة الرائعة، إنها كالنسور فعلا في انطلاقها نحو الأمام. ليس هناك ما يميز هذه القفزة، سألحق بهم في الحال. هيا انطلقي أيتها النجم المنطلق. مستحيل، لقد خرجت عن المضمار. كانت سيارة فريق الاقتحام تنطلق بسرعة جنونية، وها هي سيارة الجمرة تتقدم، إنها تقفز. الآن يبدو واضحا أن السيارة الجمرة تعاني من المتاعب، فهي ترتطم في جدار المضمار. هذا صحيح، فالسرعة الزائدة تجعل التحكم بالسيارة أمرا صعبا، وخصوصا في مضمار ضيق كهذا. سيارة فريق النسور تصل إلى خط النهاية. قد هزمت سيارتي. لا أصدق أننا سنهزم بهذه السهولة. يا لهذا الفريق المقيت، فلولا رائحة الثوم المخلل لكان فوزنا عليهم سهلا. كفى بكاء أيها الجبناء، فقد خسرتم بسبب غروركم وعدم تقديركم لمهارات خصمكم. لقد وضعوا سياراتهم بشكل عكسي لكي يتحرك مركز الجاذبية إلى المقدمة، وبهذا منعوا سياراتهم من القفز عاليا. يجب أن تخترعوا أفكارا جريئة كهذه إن أردتم الفوز بالسباق. إن بقيتم هكذا فلن تفوزوا أبدا. أيها المدرب. هاني، جاء دوري الآن، فسيارتي هي الأثقل بين سيارات فريق الاقتحام، ولن تخرج من المضمار أبدا بسبب القفز عاليا. سيداتي سادتي، تبدأ بعد قليل الجولة الثانية من السباق. لن تنفعهم رائحة الثوم المخلل هذه المرة، سأمتنع عن التنفس وستكون الجولة من نصيبي. يا إلهي، لقد أمسكت أنفاسي في وقت مبكر جدا. كنت أختنق. لن أخسر هذه المرة مهما كانت الأسباب. بداية جميلة. السيارات الأربعة تتجه نحو المنعطف الأول. قفزة رائعة، أدت صدمة سقوط سيارة الشمس الحارقة إلى خروج سيارتي فريق النسور من المضمار. لا أصدق، الدمية الراقصة من فريق الاقتحام تقفز الآن.
نجحت خطتي تماما في الإبطاء من معدل مسننات السرعة. السيارتان في النهاية قد نجحنا. نجحنا. التعادل أخيرا. سيارتي الثقيلة. ما كنا لنفوز لولا وزن حيان وسيارته الثقيلة. هذا صحيح، فقد غامر بحياته من أجل الفوز. ما زلت حيا. السؤال الآن من سيشارك في الجولة الثالثة والأخيرة إلى جانب علاء. أنا يا هشام، وسأنجح هذه المرة. هاني. سأمنحك فرصة أخرى للفوز إذا قمت بتعديل سيارتك مثل ما فعلت سوسن. ولكن تغيير عيار المسننات يبطئ من سرعة السيارة أيها المدرب. هذا يعني أنك لن تفوز أبدا يا هاني. ماذا يجب أن أفعل؟ أبي، قل لي ماذا أفعل أرجوك، ساعدني. وجدتها، سأتمكن من الفوز في الجولة الثالثة. هاني، ما الأمر؟ ماذا تعني بهذه النظرات؟ إنه يبكي لمعرفته الأكيدة بأنه لن يفوز. لست أبكي أيها الأغبياء، فقد تناولت الكثير من البصل كي لا تؤثر في رائحة الثوم المخلل في أثناء السباق. والآن سيداتي سادتي، تابعوا معنا الجولة الثالثة والأخيرة من هذا السباق. سيارة علاء في اتجاه عكسي. لست مودعا تماما، ولكنها تستحق التجربة. والآن يبدأ السباق النهائي. إنه سباق غريب، سيارة واحدة فقط مقدمتها في اتجاه الأمام. قذيفة المدفع لها إنجاز عظيم في السرعة. قذيفة المدفع في المقدمة، إنها تدور حول المنعطف الأول وتتبعها الجمرة ثم سيارتي فريق النسور. تمهلي. أيها الأحمق، الأجنحة الخلفية ليست للزينة. الآن فهمت إن وظيفة الأجنحة دفع المؤخرة إلى الأسفل لمنع السيارة من السقوط إلى الأمام. هكذا إذن. إنها تتحرك كالسابق تماما. لا، فقد غيرت من سرعتها. انظروا الآن، هل هذه هي سيارة الجمرة السابقة؟ راقبوا ماذا سيفعل الكابح الهوائي. ماذا؟ الجسم ينفتح في الهواء. إنه يستخدم مقاومة الهواء، فقد فك نهاية العلفة وجعل جسم السيارة يفتح بواسطة التيار الهوائي. غير معقول، يبدو أن السيارة الجمرة قد اكتسبت قوة هائلة بواسطة أسلوب الكابح الهوائي الجديد. وها هي تدور حول المنعطف الرابع وتنطلق بسرعة مذهلة من دون منافس في اتجاه نقطة النهاية. السيارة الجمرة. نجحنا. عمل رائع يا هاني، شكرا، لقد جعلتني أبدو عظيما. يجب أن نحافظ على اندفاعنا كي نكسب الجولة الثانية. لا أستطيع الانتظار أكثر. لا تفرحوا كثيرا، لن تفوزوا بهذه السهولة. المدرب تحمس. اعلموا أن فريق النسور مجموعة بديلة لنا نحن فريق الفجر. فريق الفجر؟ ستكونون خصما لنا نحن في الجولة الثانية، وستتعلمون جيدا معنى الخوف في مضمار السباق. كونوا على موعد معنا. Ha 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 ha